بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عنا وناقصن داود يالكوس الدواذ غضب هذا ورك كوه ذو وين تلفزيون كاس وال سومالي تي في إذن هينا وحكم دا أهل كهويل اللي يراه ولوجود لي مقدشة أدل بدي عدالة ففهن أيا نذن هنا وأكلوا عند مغلي دونتان تلسكا بي إس إف تبوتلان أو إسكفوجي إذن وجود تمت تلسكا بوليس كبوتلان ورايا نذك هنا وأكلوا عند مغلي دونتان إذا كان بتسجدة أو قعدت كوس ودقي نكي كدم بي كان عصا دوان لوجود دلي مجال ذا عدادو بعدين تا يتلس كسو صارن أيات كده ودوتان وركنا ورك الدبده أيات كم مغلد دوتان هدو اللي رادو خذ باص وحباه كل مقص كرة يوركنا كسو قادم دونا بس صاحب يا لو حان ذكاء عصنا إن مركون يا سبسكرايب سرتان جنال كإسرائيل سيادو إيشان وركا إيه معلومات كهل كان أنسوق لنو ما سندين دمان تيم با عينكوا بلاونو الله نحرسته يوسف محمد أحمد وهو كم يدها أرضيدة سنة كان لفلي إن شهادية دكسي قد حقيقة قلان مقالة مقدشو أيها أسكري كثير سنة عيدة مدى دولد وحاو كدري دك مدى كاران يقبل كبرادر إهلك ويل كان اليرضى هاي وحاي دلبدين إن أي سيد دك دك اللوسو غبتو أسكري كدن بي دلك ويل كان اليرضى إسلامر كان تطبات كدب لوجود إنو كقيب قلوه امتحان كشهادة دوسي قد حي قبته أجازن كوحبرشدة قبل كبرادر هذا هورينا على سومالي أي نوفا فاهينا يا ربحنتن أسكري دل ولا حنون ندرينسي ولا لور مروان مقل دت امتحان قلي ربانا للدل دت جامعة دمينا للا أرضي دوا لو صوت نتيجة دولة حاجة كفير سام كان نتيجة ما كارتو دولة إعلامي سومك عيق إعلامي سو تلفيك ديارة كان نقد يوحى كلام عن كهربو أسكري كتير سن عيدا كبلوسي ميليتارو وكدلي قيبا كميدا أمبا ميل أن كفوغين حافد ديسا يوسف الله نحريستي سيدو كالي تطبات كان كدب وحو قيبكا أها أرديدا سوماليات اسكو ديارين ايا إني أفر ديستان انتحان كشهاديقا دوكسيقا رحي أو غادا يو أغاسمك وحبرشادا قبل كبنادر رجاء يو كالها انتحان كاسي أو غلو ما داما مالمهي لصورنا في ديار غرو أدو حوغن ويوسف ودي بل سقدرتو ايا وحي نقطي ان اسكري من نحاقه او كتير سان عيدان كبوليسي ملتارو او شالي او ديلي وقتي او مساجد قريو كو اجيالا او صلاة يدهر او كو دوكتي معاني كي سدوكسي او قران كو او سعودي سيو معاني كو او سو دعييو او نشيغو انو قيبكا يها سانات كان ارديدا قليسا انتحانكا قريو ساكي تعسيدا ايا تالو يدو ولي ميتكا ان لا آسين سبيتال كمدينو فلنجير كو يالا ايونو كجرا ehelada qaar kamida waan la hadalnay waxay noo sheegeen inaysan aasi doonin ilaa wiilkooda uu cadaalad helo si gaar ah waxaan la hadalnay aabaha yusuf iyo sidoo kale hooyadii dhashay iyo qayb kamida qoyska waxay noo sheegeen in dilkan uu yahay dil aad u xanuun badan maadaama waqti dheer wiilkii ay dadaal ku soo bixiyeen askari ka tirsan ciidanka dawladda si arxan darro uu u dilay وكوان قوسك او دلبانا يا عدالد ان ويلكو ذا او هلو ما داما وقتي اي دادال اي كوب بحيين وحبرا شحوق لنا اي قليين معنا ويلك اي بيس ماركا شالي دورتي اي اي قدن بيسي هذا كان اسدهانو اي قدن بيسي وحوها اي عبو سان ما امتحانكو قلر تاين تيري حوغا دوركو دور دوكو ويس دوكو ويس غادنا اي امتحان اسك ديار سان روا هذا هروس عطيت ماركا سوحو ويري عبو ديب مالي معلنك مامولها اسكولك معلمات دي aan balansan nahay balan loo yaalo waxaan ka rabaa anaa adu balan loo yiile imtixaanka dawladda oo sanadkan dugsi sare ugu gudba waxaan ka rabaa aabo waxaan ku balan taleefanka aan ku balano iPhone oo ugu heesto ku balan uur hadaan imtixaan ku guuleysto iPhone aan ka rabaa ana balan ka qaadaa iPhone ka heliisa dawal yiraahdo waxaan ka bal qaadaa balan waay marka wax uur imtixaanka insha Allah natiijada dawladda xaqqa ka fiirsaysaa uur natiijada dawladda حاجة كفير سيسا مكا نتيجة ما هكا عرقتو دولد اي علاميسو مكا عيقا اي علاميسو تلافكي ديارة كان نقضة اي وحكا لو عن كهربو دلكي سوداعوان دلكي سوداعوان ساعدو دعايوان حالا ساس دانا يعني ابيسان اريدان كبحي
هدان سوق خلاص وسي سعودي مركان سرت حيلة بري سروه أنكو سيروه تلفون أي سعودي وحالي ديكار كايغا ما 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 نور ورا ديكار كي هدان كسو تكي سيف عاد كيين ما ديكار كايغا وارد انتي حبلا كود علي وانا نف نحن نكو جرتاي وارد انتو نوريه بس وانا صباحي انا مسكم بروكسن مركا انو دنتي ساسا نروح حقيقي والله هو قفت وانت غانين قف عنو قاعد دنت اللي هذا نمر هذا عنو جيسو دنت كرتكي وانت والاجي هذا دريم كرتا بعد دريم كرتا وحن دولت كعد سنة وكعد سنة وكعد سنة نيك هنا نسوق بتان سي عدالة إيه أنا كبير كينيا قوي وحن كل عدالة وبهن هتير جرتو شرع ودن كجري وحن وبهن عدالة نيك سنة نسوق بتو يجار كين وحن دوقتونا مالك نيك سكعن تلو نسوق بتي إن شاء الله كعن تانو نسوق اليوم أرضي الامتحان كجري سوق يا سنة كان دكس سرو بحربي سنين سنين طول هاي إن حي تيشاك الامتحان شال وحو أسرعي معان كيس إنه قرآن صو صارو لكن أجشيا كنت مذي شن دقيقة عملا موجين أركتدي سوق ذي وصلاة الدك ذي ظهر كي وبحي الحمد لله شكر تقدرت إلهي يعني هو أمان سدي حتى إلهي أنا قوت أمان سنة هاي لكن وحن أباهن عدالة ما دام قرب كين قوي معانك نين كان كنت فاعل هين وما أنت وحبريه وبقول طبعا ينفر حافظ القرآن وهاويل كي معاني كيس حتى وكي حافظ القرآن وهاي وحان أباهنا وأباهنا وأباهنا دولة الصومالي عدالة إذن كانوا حان ذكو عطسنا إنات ميل والبكوفة في سين تل إيدي بتقارتو عدالة أباهنا عدالة أباهنا عدالة أسكري يدي الولا حان ونون الدرينسي ولا لور مروان مقلي اتحان دت لمينا اتحان قلي ربانا للدلي dad jaamacad dhameeyayna lalaa horta ardayda waa loo soo dhigtay waxaan codsanaa dadka loo dhiiba qorag horta in loo fiirsado maadaama dadka wadanka wax u gali lahaayeen ee laayhaayeen waa in loo fiirsado dadka qoryaha loo dhiiba waa in loo fiirsado dadka in daroogada cunaan ee qoryaha garbada garbaha loo suro waa in la kontroolo sababtoo ah dadka wadanka wax u gali lahaayeen laayhaayeen marka dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in kastoo dadka horeeyay cadaalad loo waayay in anaga igaarkina la soo xiro oo garabkeena gooy oo shalay naga nixiin xatiin fara badan ee ahayd igaar oo haddii 5 daqiiq amal ka maqnaa geeridiisa lagu soo sheegay dhibaato waa wax qaada waa la waa waa dhig baxay aan ku dhahay dhibaato fara badan aan la kulanay shalay marka qunuga waxba galabsan oo gurigiisa ka baxay oo cuddiisa u soo baxay inuu hubka dawladda inta calan qanshuuray qanshuur naga la qaaday dan hubka dawladda nagu la dilo wax qalad ah waay wadankan sharci iyo dawladdi kala dambeyn u baahan yahay haddii dawladdi sharci kala dambeyn wadanka lahayn wax la jooga ma lahan madaxweynaha iyo dadka Soomaaliyeed iyo wax kasta dawladda waxa ka codsanayna dadka ciidanka ee wax u dhiibayaan waa inay hubsadaan maalinta in garabku ay qaruur maato la laaynaayo dadka qoryaha la iskaaga dhiibay waa qalad maalinta in dad la laaynaayo waa qalad maanta garabkeena walaalkay wiilku soo baxay maanta wax qabalahay dilin maxay noo sameeyay dawlad maanta in canshuur dibi rafaadin la daba taagin saas wax qalad ah waay dawladda isku laabato yusuf allah naxriiste sida ay noo sheegeen ehelkiisa wuxuu ahaa qof xaafidul quraana arday af gaaban waxbarashada ku fiicnaa sanadkan rajo weyn ka lahaa inuu qayb ka noqdo ardayda kaalmaha hore ka gala imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe ugu qaadayo agaasimka waxbarashada ee gobolka Banaadir. Cali Soomaali SWL degmada Kaaraan ee gobolkaani Banaadir. Markana madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubaland ayaa markana isku diyaarinaya inay qabtaan doorasho boobsiis ah sida ay sheegayaan ila wareedii muhiim ah. Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa lagu wadaa in dhamaadka sanadkan uu qabto doorasho boobsiis ah sida ay xaqiijinayaan ila wareejo lagu kalsoonaan karo xubnaha mucaaradka ayaa durba arrintan si weyn u diidan iyagoona ku baaqaya in arrintan madaxweynaha Soomaaliya uu soo farageliyo isla markaana uu wax ka qabto Axmed Madowe ayaa dhawaan waxa la filayaa in baarlamaanka maamulka Jubaland uu fariisiyo isla markaana ay soo saaraan in madaxweynaha maamulka Jubaland uu mar kale u tartami karo xilka madaxtinimada ee maamulka Jubaland dhinaca kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdegaran ayaa isagu sidoo kale waxa uu qorsheynayaa inuu qabto doorasho boobsiis ah isla markaana uu doorashadaas ay ka taageeri doonaan ciidamada Ethiopia sida ila wareejo ay xaqiijiyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo ciidamada Sardoona oo ka tirsan kuwa Ethiopia ayaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay waxayna ka wada hadleen sidii ciidamada Ethiopia ay u taageeri lahaayeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed
isna madaxweynaha koonfur galbeed ugu difaaci lahaa go'aanka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ah in ciidamada Ethiopia laga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin Soomaaliya oo ay ku jirto koonfur galbeed macda go'aanka ay qaadan doonaan xubnaha mucaaradka ee ka soo kala jeeda deegaanada koonfur galbeed ee sidoo kale Jubaland laakiin lama oga sida ay u suurtagali karto in madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed ee Jubaland ay doorasho hor dhac ay u qabsadaan markana wararka dibadda kuwada ugu waaweyn ayaan eegina madaxweynaha Raashka Vladimir Putin ayaa markii ugu horeysay saacadda wuxuu u sheegay in Raashka inuu geyn doono gantaalada ridada dheer ee gaari kara dhulka Mareykanka iyo Yurub wadamada damacsan inay weeraraan bartilmaameedada reer galbeedka si uu sare ugu qaado khasaaraha gaaraya xulufada reer galbeedka haddii ay ogaalahayeen Ukraine inay si qoto dheer ugu duqeynayso Raashka hubka ridada dheer ee reer galbeedka Putin oo kulan kafool kafool la yeeshay dafteryaasha sare ee wakaaladaha wararka caalamiga tan iyo markii uu dagaalka Ukraine bilowday waxa uu intaa ku daray in reer galbeedka ay ku qaldan yihiin haddii ay u midaysan yihiin inuusan Raashka weligii isticmaali doonin hubka nugliyarka madaxweynaha Raashka ayaa markana isku dayay inuu adeegsado gantaalada ridada dheer iyadoona wadamada caalamka ay isugu weyn arrintan ay ugu eedeenayaan madaxweynaha Raashka gudahan daawadayaal wararkii aad ka daawanaysay televisionka Israel Somali TV waa nagintaas nabadgelyo.